واحد ولصالح نفط وهران. اللقاء خصصنا له حيزا في حصتنا اليوم باعتباره مقابلة اليوم محمد مرزوقي. أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله. مقابلة تميزت بالتنافس الرياضي والمحاولات المتعددة وجو اللقاءات الكروية الكبرى في ملعب تطاجوان بوهران بين فريقين من أقوى الفرق في البطولة الوطنية لكرة القدم، بلدية نفط وهران وضيفها اليوم فريق جمعية إلكترونيك تيزيوزو. انتهت المباراة بانتصار بلدية نفط وهران بالبدلة الحمراء على الشاشة، هدف واحد مقابل لا شيء، الهدف الأول والأخير في المقابلة، وقد سجله صباح بن يعقوب محرك الفريق المحلي بعد ضربة جزاء أعلنها الحكم السيد كوسا في الدقيقة 84 من اللعب. على العموم كانت المقابلة التي تتبعها جمهور غفير عبارة عن خطتين للعب، هذا دريد وتدخل بعد ركنية، تدخل صعب كما رأينا، ركنية نفذت لصالح جمعية إلكترونيك تيزيوزو، وانطلاقة أخرى من مولودية نفط وهران بقيادة اللاعب صباح بن يعقوب اللي عنده الكرة قبل أن تبعد أول الأمر وتقذف من بن يوسف وفتال بالمرصة. إذن قلت خطتين في اللعب، الأولى من لدى مولودية نفط وهران مركزة على الهجوم جماعيا ومحاولة جلب الخصم. شوفوا كيفاش أنقذ لارباس المرمى من هدف كاد يكون محقق على إثر ركنية كذلك نفذت على يمين الحارس فتال، ومحاولة من فريق جمعية إلكترونيك تيزيوزو عن طريق الثنائي العجاج ثم أخيرا بويش قبل أن تنتهي المرحلة الأولى بالتعادل صفر لمثله. إذا محاولة جلب الخصم خارج منطقته والضغط المركز والتمريرات القصيرة المتوالية قبل الزيادة في السرعة عند الاقتراب من مربع 18 متر للحارس فتال الذي كان له عمل كبير خلال اللقاء أكثر من زميله الدريد حارس المولودية، هذا عن مولودية نفط وهران. أما الجمعية وهذه محاولة من منات تجيد الدريد يتصدى لها وكان في الوضعية المناسبة. الخطة الثانية إذن من طرف جمعية إلكترونيك تيزيوزو المعتمدة منذ البداية على منهجية مضبوطة خاصة في الدفاع والهجوم مع تنظيم دقيق للخطوط بانسجام ورزانة، وتكافأ اللاعب في أغلب فترات اللعب خلال الشوط الأول بعد أن أتيحت عدة فرص للطرفين. وفي الشوط الثاني كما نرى الآن المولودية بعد تعويض بن كنيدا بزميله مزيان وجدت نفسها أكثر خاصة في الهجوم، بينما تغيير الأماكن بالنسبة لمناد وبويش سمح للجمعية من تطبيق شكل 4-4-2. لكن مولودية نفط وهران أضحت تهدد مرمى فتال باستمرار طيلة هذا الشوط الثاني حتى ارتكب الخطأ على سباح من طرف قلب دفاع الجمعية أدغيق في الدقيقة 84 وجاءت ضربة الجزاء ثم الهدف الوحيد في المقابلة كما سنرى بعد لحظات. هذه كرة من بن يوسف إلى فوسي مشري ثم قفت فوسي وفتال بالمرصاد من جهة أخرى ومرة جديدة. يبقى التنافس على أشده ومحاولات من الطرفين، هجومات معاكسة من فريق جمعية إلكترونيك تيزيوزو عن طريق كل من مناد فرقاني ومن حل آخر العجاج أو بويش ثم بن قاسي بمساعدة الشاب مقبل، بينما لعب وسط ميدان مولودية نفط وهران دور كبير في هذا اللقاء عن طريق الثلاثي بن يوسف شريف الوزن وسباح. فتال من جديد بصعوبة ولقطة جماعية من مولودية نفط وهران، محاولة أولى من فوسي، تدخل الدفاع ثم قذفة سباح وقذفة أخرى من مزيان، ويبقى الأخذ والرد ولقطة ساخنة حقيقة على مرمى الحارس فتال في الربع ساعة الأخير من اللقاء. وتبقى الهجومات المعاكسة بالنسبة لجمعية إلكترونيك تيزيوزو، محاولة لمفاجأة الحارس التريد، لكن الدفاع في الفريق الوهراني كان يقظا نظرا لخطورة العناصر التي يعرفها جيدا أمثال مناد وبويش أو التي يعرفها ربما أقل كمنقاسي والعجاج. هذا مزيان الذي دخل في الشوط الثاني مع رفيقه شريف الوزاني وكرة طويلة إلى سباح ثم الثنائي مشري ومزيان وتضيع كرة أخرى بالنسبة لمولودية نفط وهران بعد تدخل الدفاع في جمعية إلكترونيك تيزيوزو من اليمين إلى اليسار
ثم ضربة الجزاء، كرة سباح إلى بن ميمون، بن ميمون سباح من جديد، دخول في المنطقة وعرقلت أدغيق، الحكم سيد كوسا يعلن عن ضربة جزاء ينفذها سباح بنفسه ويسجل بذلك الهدف الوحيد في هذه المقابلة، هدف مقابل صفر وإعادة كيفية تنفيذ ضربة الجزاء من طرف سباح من الجهة اليمنى من المرمى في التاج، وتنتهي المقابلة بهدف مقابل صفر أي تفوق مولودية مفطوران على جمعية إلكترونيك تيزي وزو رغم المحاولات الأخيرة من رفاق فرقاني في اتجاه مرمى الحارس دريب نصر الدين، وتنتهي المقابلة في روح رياضية وتصافح وتسامح اللاعبين. إلى اللقاء.